لقينا افكتيفمون بزاف نصوص جازت وهي ليست من كلام الرسول وجازت في الكتب. امثله اخويا سعيد، امثله نعطيك امثله. مثلا يقطع الصلاه، تقطع الصلاه المراه والكلب الاسود. كيفاش الرسول يقرن المراه مع كلب اسود؟ واش جاب العلاقه الكلب الاسود ايضا بوكوا لو نوار سبيسيالمون؟ علاه الاسود بالذات؟ على الاسود بالذات يعني واش علاقه وفي علاقه الكلب؟ انه الكلب مذكور في القران ثلاث مرات، وفي ثلاث مرات ما سبوا يعني ما قال لي سبوا ما قال لي والو يعني في لما يلهث يعني وكلبهم باسط ذراعه بالوسيط سوره الكهف، والاخرى ان تحمل فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه او تتركه يلهث الى اخره. ما سبوش دونك كاين امثله. اللي قلت لك هذا المثال، مثلا قضيه المثال اللي يقول لك الحديث اللي وصحيح هذه اللي انا نقولها لك صحيحه، الحديث اللي يقول لك مثلا اللي يقتل الوزغ اللي احنا نقولوا زرزوميه داكور، هذا يقول لك عنده حسنات ومانيش عارف. فك انت واش لازم تقتل؟ لازم تقتل. نعم بصح انت النبي، انت وين شت نبي عنده رساله روحانيه يبلغها للناس يتلها بالزرزوميه؟ اسكو الناس لازم يقتلها ويدير عليها حرب؟ يدير عليها حرب يعني قناطر تاع احاديث، جيوش تاع احاديث صحيحه في هذه القضيه. كيفاش انت هذه كيفاش انت تفسر هذه؟ العقل ما تخش في العقل، ما تخش في العقل. وزيد لك ما خير، مثلا مش مع المنطق. حديث صحيح مروي في البخاري انه قال لك سيدنا موسى كان دخل يغسل في واد وخلى حوايجه فوق حجره روشي، حطوا حوايجه ودخل يستحم في واد، قال لك الحجره رفدت الحوايج وهربت له بهم. هذه وين؟ في حديث البخاري. موجود؟ لا انا ما وصلتش عندي. لا موجود. هذه حجره هربت بالحوايج كانت تهرب الحجره تاع الفوارش. لا بيغ كو سا، بيغ كو سا. قال لك سيدنا موسى جاه ملك الموت، جاه ملك الموت باش يقبض الروح نتاعو، الوغ سيدنا موسى شغل ما عجبوش الحال، قال له نو سي با انكور لو مومون، مازال الحال، روح مازال روح عليا مازال الحال. مخير. لا راني نقول لك حاوزو، قال له روح. الاخر كيما حبش يروح قال اني نخدم فيه خدمتي، قال لك عطاه عوروا عينهم. هذه ايضا كاينه صحيح، كاينه في البخاري هذه ثاني، الصراع القره بين موسى وسيدنا موسى. علاش ما نسمعوش احاديث عن الفساد؟ نسمع شك فوالا كنهضروا مع الناس المدينين، احاديث عن المراه، احاديث عن العوره، احاديث عن الغنى، مشان ما سمعت احاديث عن الفساد، ما تسرقش ما تديش المال العام اكسيتيرا، كاينه ولا ما كاش؟ كاينه كاين احاديث عن الفساد، كاين مثلا من غشنا ليس منا، من اختلس من اموال المسلمين، كاين احاديث، كاين بزاف احاديث. من على مال اليتيم؟ لا مال اليتيم. واش ما سمعوهمش هذو؟ ما تسمعهمش باسكو كاين مصالح هنا، وما يقولكش، يقول لك واش يحب هو، ما يقولكش واش لازم يقول. سي سعد حنا مربوطين بالوقت، انت واش راك تقول بلا فيرسيون، النسخة تاع الدين اللي راهي عندنا خاطئة. ماشي مانيش نقول، راني نقول فيها اخطاء بزاف، فيها بزاف حاجات لازم يعاد فيها النظر. في قراءه الدين ماشي في الدين، قال لك في قراءه الدين. فوالا قراءه في نقد الدين، في نقد الدين، نقد الدين، تجديد. يعني يجب تحديث الدين، تحديث الدين، قراءات وتحديث، تجديد القراءه تاعو. يفو رينوفلي لا ليكتور دو لا ريليجيون، لازم نجددوا قراءه النص الديني، قراءه النصوص. شكرا سي سعيد، كون احنا مربوطين بالوقت باش نختموا هذا الموضوع تاع بولحيه وبو مارطو. انا عندنا فيديو حصري ليه للمبعوث تاعنا الجزائري، راح عنده وتكلم معاه، نشوفوا الحد. خويا مروان حصريا على قناه بير تي في في ايميسيون امبوسيبل، اللي حبنا رانا هنا واللي ما يحبناش رانا هنا. خويا مروان حنشوفوا بولحيه اللي كسر عين فواره راح يزيد يكسر عين واحده اخرى. صحافه خويا، صحافه صحافه. اصبر محمد صحافه، روح من نشوف دارك. خويا تقدر تقولنا على كسرت عين الفواره؟ عين الفواره خويا حطمت لي حياتي انايا، ضيعت لي حياتي، المستقبل تاعي راح. انا قلبي تكسر على جرح الفواره باش كسرتها. كسرتها باسكو مو نروح نتزوج بها، نروح نخطبها، يقولوا لي مالي هلا يستمعوا فيا دركا، يقولوا لي بلي اختك مريضه. وكي درت لونكيت لقيت بلي كاع شربوا معايا من عين الفواره. انا كسرتها باش نتزوج خويا. وراك ناوي ان شاء الله تزوج؟ ان شاء الله، سي بور سا نكسر في العين هذه باش وحده ما نشرب منها، باش كاع النساء يولوا حلالي. ان شاء الله. بارك الله فيك. هاي نكمل. خويا مروان يعجز اللسان على التعبير. صحيت خويا تزيري عن التعبير مش على التعبير. كما قلت لي مليح كي رحت عنده، انا رحنا سي كلي يشرب منها يعني اخوه من الرضاعه. من الرضا وسكاتش تاعك عباك وين نروحو؟ نروحو لاجون دوب زيرو اللي عطينا له ان ديفي وان شاء الله يكون دارو. لاجون دوب زيرو.